تناول ميليشيا الحوثي بغصته على ركاب 8 سنوات من اجتياح ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحافظة الحديدة. يستقبل المواطنون عامهم الجديد بتطلعات أن تتوحد الجهود والبندقية التهامية والصف الجمهوري لإيقاف نزيف الموت والخراب والدمار الذي تعيشه الحديدة منذ سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية عليها. لإيقاف نزيف الموت والخراب والدمار وعلى الاستمرار بهذا المنوال للتضحية من أجل الوطن الكبير، من أجل اليمن الكبير، لاستعادة الجمهورية واستعادة الدولة واستعادة أمن وأمان المواطن اليمني. كلما مر عام توغل ميليشيا الحوثي الإرهابية في دم المواطن قتلا وتدميرا ونهبا وسلبا وتجويعا وسط مرأى ومسمع كل الجهات المعنية في الداخل والخارج، فمتى يرى أبناء الحديدة وقد عاد اتهامه وارفة بالخير وتوحد أبناؤها لكنس مخلفات الإمامة وحثالة العمالة لإيران من الحديدة؟ أشياء مؤلمة حقيقة، إحنا نحن من سكان الحديدة ومن عشنا فيها، تمر هذه الأيام مرارة بسرعة أو بمرارة شديدة. فسلام الله عليكم بما صبرت اصبروا ولعل فرجكم قريب. إهدائي إلى من ظلمكم هذه المشاركة، أغراك وإبليس أغواك، تناسيت من كان قبلك، جاروا كثيرا وطاشوا طيشك وأضاف جهلك، أضحوا حديثا وكانوا في البغي والظلم مثلك. تطلعات وأشواق مفعمة بالعديد من الأحلام والأمنيات على أمل أن يستيقظ ضمير القادة والمسؤولين ليكونوا عند مستوى المسؤولية ودماء الشهداء والجرحى وسنوات من التضحيات الكبيرة ومرارات البقاء تحت سلطة وسطوة الإرهاب الحوثي وسلوكه الإجرامي الذي يفتك بحياة ومستقبل 3.5 مليون نسمة من سكان الحديدة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.